السلام عليكم. اليوم راح نشوفوا الأشغال تاع الجسر، كبير يعني يعتبر كبير شوية، لأنه يعبر طريق السيار اللي يربط المنطقة الصناعية تاع الغاية بطريق السيار الشرق غرب. وهذا الجسر من إنشاء شركة جزائرية، شركة صابطة، ونشوف هنا تقنية جديدة، لأنه فيها دي ترافي مونو بلوك، يعني انسل ترافي ولا ترافي هذه يعني جاية مقوسة، أمر اللي غير طبيعي. لكن الجسر تم إنشاؤه في الوقت الراهن، وشوفوا النتيجة رائعة ما شاء الله. أترككم يعني هذا الفيديو، والسلام عليكم.